الاصفر. انا الاصفر ما شريتوش انا، عشت مرتي وشريته ليا ولبسته. الله يخليها عليك، الله يخليها عليك، الله يخليها عليك، الله يدومها محبه يا ربي. حيت دابا راه ولا اللي لبس شي لون كيديو ها الحمر كيقول لك ها انت مع واللي لابس مذوق لما نتابع هذاك شي زاويه اخرى هذاك عاوتاني كله فين الدواء هذا بعدو بوحدهم هذوك والله الا بوحدهم والله شي ولا كيحمق. اهلا وسهلا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر، معنا ما مبعوث قناه شوف تيفي ومراسل القناه هنا بالعاصمه الاسماعيليه مكناس في نقاش ليلي. شنو رايكم في طقوس الشعوذه والهدايا والليلات اللي كيديروا بعض النساء في المواسم والاضرحه بحضور، واللي كيحضر معنا في هذا النقاش هذا مشاهدينا للرد على تعليقاتكم وكذلك اسئلتكم المعالج الروحاني الحبيب من مدينة مكناس. نرحب به معنا في هذا البث المباشر وفي هذا الجلسة العفوية ولنقاش اللي الغرض منه هو التوعية وليس التسويق لبعض الطقوس ولا بعض الأفعال اللي هي إلا بغينا نتكلموا بلغة الواقع فهذا الشيء كاين وتحصيل حاصل، وهذا الشيء شفناه ومشينا وقفنا عليه بأحد المواسم اللي كانت يعني الآن يلا مر ذكرى المولد النبوي اللي كتزامن يعني تنظيم مجموعة من المواسم اللي كدار بهذه المناسبة واللي كيستغلوها بعض البعض يعني المشعوذين وبعض الدجالين وبعض الناس اللي كتستغلها باش كتخسر كما كنقولوا هذه المناسبة اللي يعني للأسف غادي نبقاو مع السي الحبيب اللي يعني وقف بيده وقف بعينه وقام زيارة وشاف مثلا ما يقع بسيدي علي بن حمدوش. ما غاديش نخصه بالذكر غير سيدي علي بن حمدوش، كاين الموسم ديال المولاي إبراهيم، كاين الموسم يعني مجموعة من الأضرحة والمواسم اللي ولات كتستغل لغير غرضها لغير الوظيفة اللي هي لها أصلا، اللي هي كتبقى كانت يعني تغذي الجانب الروحي عند المغاربه، وكنعرفوا الدور الذي تقيمه الزوايا، فمن يعني شكون اللي كيخسر هذه الصوره ديال هذه الزوايا اللي عندها دور تاريخي في استقرار البلاد وكان عندها يعني دور كبير هاد الزوايا وهاد الاضرحه هذه. نعم سي الحبيب، في يعني من خلال فتح هذا النقاش هذا واللي كنتمناو انه تكون المشاركه ديال المتابعين والمشاهدين ديالنا، نخليو لك تقديم من عندك انت من خلال تجربتكم من خلال يعني تعاملكم مع عدد ديال الحالات. كاينين الناس اللي كتامن بهذا الشيء، سمعنا ناس كتخسر 20 مليون 30 مليون في الليله، كاين الناس اللي يعني كتذبح ذبائح وقرابين لغير الله بسميه ديال غير الله، بعض الطقوس يعني اللي هي واش ندخلوها في الشركيات واش غندخلوها في هذا الشيء. هنا غادي نحاولوا نستفسروك سي الحبيب، تفضل. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما كنشكر قناه شوف تيفي لانها الرائده في مناقشه القضايا المسكوت عنها مجتمعنا، وهذا شيء نعم. وهذا شيء جميل، وما يمكنش شي قناه اللي تقوم بهذا الشيء الا اذا كانت قناه قويه، قناه قويه وعندها كلمه. بالنسبه للاولياء والسادات والاضرحه والزوايا، السادات والاولياء والاضرحه والزوايا الاسلام كيحترمهم، وكاينه كلمه فيهم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الزوايا ساهمت في استقرار العقيده، ساهمت في توحيد كلمه المغاربه، واحد الوقت وعات المغاربه باش يوقفوا في وجه الاستعمار، ساهمت في الاخلاق، في حفظ القران، في حفظ السنه والشريعه، كاع الموارد التقليدية والدينية كانت الزوايا دائما كتحافظ عليها، وهذا عمل قامت به الزوايا إيمانا منها بالواجب الوطني والديني. ولكن مع انتشار مفاهيم الشعوذة ومع انتشار السحر والنصائح ديال المشعوذين، بداو هاد الزوايا وهاد الأولياء كيتعرضوا لبعض السلوكات، والقبور ديالهم كتعرض لبعض السلوكات اللي هي ماشي مزيانه، بحيث انه هاد الصحراء وهاد المشعوذين اللي كيقول لك حنايا روحانيين وحنا زهريين وحنا معنا الشرفه ومعنا ميره ومعنا الباشا حمو ومعنا ملك الجن ميمون ومعنا شمهاروش هو اللي كيقول لينا،
بداو كيوريو لبعض الضعفاء في الانفس ديالهم من النساء ومن الرجال، خصك تمشي للسيد فلان فلاني وتذبح العجل ودير الليله وتجيب البخور وتجيب الواجبات، وهذا الشيء كامل من اجل النصب والاحتيال. وكيقولوا لهم راه الا مشيتوا ذبحتوا لالا عيشه وذبحتوا لسيدي علي وذبحتوا للسيد الفلان فلاني راه ربي غيطلق سراحكم، اللي ما مجوجاش غتجوج، واللي مطلقه غيرجع عليها الراجل، واللي عندها العكس ما غيبقاش، واللي مثقف غيتحل، واللي معكس معكسه ليه الامور ما غتبقاش معكسه. وبحكم غياب المعالجين الحقيقيين كيبقاو هاد الناس ضايعين في هاد العالم، وكيطيحوا في يد هاد الناس هادو وكيديروا بهم ما بغاو. انا مؤخرا في الذكرى ديال الموسم ديال سيدي علي مشيت من الساعه الثانيه بعد الزوال وانا تما حتى الاذان العشاء كنشوف شنو الغرض. مشيت كنشوف اشنو واقع، كنكتشف فين وصلت الحاله، وكل عام كنمشي كنشوف. لقيت كاع دوك المشعويدين والعرافين والشوافات والشوافين اللي طالعين في التيك توك وفي الفيسبوك وفي اليوتيوب، لقيتهم تما. ها اللي لابس القشابه بيضاء، ها اللي داير الخواتم الذهب، ها اللي داير الشوافات وحتى الشوافين، ورجال ودايرين الذهب ودايرين الطانقات ودايرين الحنة وشادين الراس ماشطن الشعر وعاقدنو هنايا ولابس الصابو كيتمشى بحال شي مشية ديال شي مرة تختالو في مشيتها. القفاطن أو القفاطن وعاجبهم حالهم، ولقيت العتارس ولقيت المعاز ولقيت الخروفات ولقيت العجول ولقيت الطبوقة عامرين بالحنة والشمع والبخور والفاصوخ وهابطين وقناوه كيضربوا، ماشي قناوه الحقيقيين عاشي مزورين، اما الفن القناوي هذاك بوحده وماليه ما يديروش معاهم هذا الشيء، غير شي وحدين مزورين وغادين والمراه لابسه لك البيض ودايره الحنه، مالكي فين غاديه؟ غاديه نذبح الذبيحه لالا عيشه ولا لسيدي علي باش ربي يفك سراحي. أيعقل هذا؟ شكون اللي كيفك السراح؟ وهذاك سيدي علي تولاه الله برحمته، كان ولي من اولياء الله، كان ذاكرا وراه هو براسه كيطلب المغفره من الله عز وجل، وكيقول لعل الله تعالى يتقبله ويغفر ليه. وانت غادا تقولي ليه سيدي علي اللي متي هذه شحال من عام، اعتقني وفكني، انا فيا السحور وانا فيا الجنون. لا، زوريه، قري الفاتحه، ذكري الله، دعي معاه وطلبي الله يبارك لك في ديك الزياره ويرزقك الله تعالى الفضل ديال داك المكان المبارك. انت كتمشي تذبحي على لالا عيشه والله سبحانه وتعالى حرم الذبيحه لغير وجهه الكريم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذوك الشوافات وهذوك الشوافين وهذوك العرافات، واخا نقولوا هذو الناس العاديين، هذو الناس اللي عاديين، واخا الشوافات وهاد الشوابين، هاد المساله سمعتها وقال لي احد الاخوان، يعني قال لك هذوك ضروري يجيو لهذا الموسم، قال لك على باش يخدموا، كيجيو كيجددوا العهد مع الشيطان ومع ديك لالا عيشه باش الخدامين اللي كيخدموا للناس على مدار السنه تبقى تنجح. حيت الا ما جاوش ما كتنجحش ليهم، وهما كيجيو كيديروا طقوس وفي نفس الوقت كياخذوا فلوس وكينصبوا على الوليات وكيزيدوهم يخسروا فلوسهم وكيديو الفلوس وكيمشيو في حالهم. والصحراء كاملين والمشعوذين اغلبيتهم في سيدي علي كلهم كيجيو وكيحبسوا التليفونات وكيبقاو سبع ايام كيزوروا لالا عيشه وكيديروا ديك الطقوس ديالهم باش منين يمشيو. على هاد الطقوس القضيه سمعنا كاين فيها مجون، فيها والطقوس ديالهم هما فيها الذبيحه، فيها الزياره، فيها الاذكار ديال الجن، وكيعتبروه اقسمت عليك يا صاحب الاسم الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ولكن هما ما كيقصدوش الله، كيقصدوا الجن وكيقصدوا ملك الجن وكيقصدوا حمو والباشا وكيقصدوا عيشه وكيقصدوا، يعني كيدخلوا في شركيات. وبالليل الموجون، بالليل الموجون، الكاس كما كيقولوا، الطاسه، الشطيح، الرداح، داخل في الطقوس. لحقاش هما كيقول لك ميمون وعيشه وهذه، كيقول لك انا بغينا هذا الشيء خصكم ديروه لنا.
الميمون عيط لهم. وايه راه كيقول لك عيط لذاك الروحاني ولا ذاك الشواف وقال له انا اليوم قصني وراه فلانه عجبتني وباغي نعس معاها وغنعس معاها نكون ساكن فيك نعس معاها انت وانا غنتمتع. ايوا هلما جرا مجوجه مطلقه ما مجوجاش هما ماشي شغلهم جاو يقصروا مع ريوسهم ويديوا الفلوس راه يقصروا ويديوا الفلوس يضحكون على السدج من النساء والرجال من الاخر من الاخر حيت هادشي ما كاينش شي حاجه فيه المنطق ما عنده حتى شي علاقه لا بالشرع ولا بالمنطق ولا بالاخلاق ولا بالاداب ولا بالتقاليد. نعم مشاهدينا كنتمنوا اسمح لي يا سي الحبيب كنتمنوا انكم تشاركونا بارائكم واش هادشي واش كتعيشوا واش عشتوا بحال هادي واش معنا شي واحد من الناس اللي في هذا البث المباشر اللي كان تا هو كيمشي يزور وتا هو كيدي الطبق وتا هو واش تا هو كيدي الذبيحه. شاركونا بارائكم شاركونا وشنو رايكم في هادشي اللي كيوقع في هاد المواسم ولا هاد الاضريحه وخصوصا هاد اللي كيقول لك ها عيشه البحريه ها عيشه هادي ها عيشه هادي ما غنخرجش. كاين الجن الجن خلق الله مثلو مثل الانس لكن شنو بغيت نفهم هنا سؤال عندي علاقه الانسان مع الجن امتى الجن ممكن يتعدى على الانس حيت مع العلم انا سمعت واحد الراي كيقول لك انه عمر الجن ما يتعدى عليك احنا اللي كنتعداو عليك. لا حول ولا قوه الا بالله. قضيه الاعتداء على الجن من الانس هي مساله حقيقه هي غير وارده لان الله سبحانه وتعالى اعطانا الاذكار باش ندخلوا الخلاء اعطانا الاذكار باش نكونوا في الليل غاديين في شي طريق مظلمه اعطانا الاذكار من نفيقوا الصباح اعطانا ايه الكرسي اعطانا المعوذتين اعطانا التعوذ من الشيطان الرجيم ولكن الوقت اللي انت ما كتعملش الاذكار ديالك اللي هي التحصينات كيكون الشيطان قريب منك ولكن باش يقتحم الجسم ديالك راه خص توفر فيك شرط من هاد الشروط اللي غنقول لك اما تكون في غفله شديده او غضب شديد او خوف شديد خوف شديد او انك تكون منكب على الشهوات بطريقه يعني ماجنه عاد باش كيوقع داك الخلل في البنيه ديالك وكيقدر الجن انه يتسرب للجسم ديالك اما عن طريق المس اما عن طريق السحر اما عن طريق العين. اما غير الجن يجي ويدخل فيك لا لان الله تعالى جعل واحد السنن قدريه ما بين الانس والجن. الانس ما كيعتديش على الجن ولكن الجن له رغبه انه يعتدي على الانس لان ديك الكبرياء وديك الكراهيه لان الشيطان ما كيبغيش البشر ما كيبغيش المسلمين كاينه فيهم وكيبغي دائما انه يآذي وكيتسنى الفرصه. بالنسبه لهاد الامور ديال الاضرحه والعلاج من السحر ومن التوكل ومن العين ومن العكس ومن انا بغيت نسولك انت كمعالج روحاني واللي ديجا الحمد لله كاينه فوق 30 عام ديال التجربه واش صادفتي حالات اللي كانوا كيديو تما الطبق وكانوا كيديو الهديه وعالجتيهم ولا تعالجوا وتبعوا واحد العلاج وما بقاوش كيديروا هذا الشيء؟ جاو عندي مئات الناس كانوا كيديو الذبائح وكانوا كيديروا هاد الليلات ديال ميمون وديال ميرا وديال الباشا حمو وديال شمهاروش وكانوا مراضين ومهلوكين وعندهم مشاكل. شمهاروش قال لك هي محكمه وهذا موضوع اخر والنقاش فيه طويل جدا ومعقد نختار له حلقه اخرى. وهاد الناس عطيناهم علاجات ربانيه قرانيه واعشاب وتعالجوا ومشاو حقوا مصالحهم ومشاو في حالهم ما بقاوش كيديروا لا ما بقاو كيديروا لا ليلات ولا حتى شي حاجه وديك البركه اللي وخسروا الملايين وعيطوا لي ناس كيعايروني وكيسبوني كيقولوا لي انت كتعاير عيشه وميرا وميمون وشمهاروش والله تيوقع لك والله تيجرى لك والله تغتسلط عليك مصيبه والله تيوقع لك وانتم دابا لن يصيبنا الا ما كتب الله ودابا انتم شنو واش بغيتوني عيطوا لك ناس يريدون مني ان اعبد الها غير الله وانا لا اعبد الا الله وحده لا شريك له. علاش الحبيب كتقول علاش انت كتقول هذه الهضره؟ يدافعون عن الشياطين ويدافعون عن افعالهم والمشكله هادو ماشي هما اللي كيخدموا هادو اللي كيمشيو يديو الهدايا. انا راه واحد العام ذبحت الحولي ودرت ولدي مشى للسعوديه وبنتي تزوجات في امريكا وولدي كان في الحبس وخرج. من فعل هذا؟ انه الله ولكن هي كتقول لك ميمون ولا شمهاروش ولا عيشه كينسبوا داك الشيء ينسبونه لغير الله عز وجل. وراه الله سبحانه وتعالى قال لك اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر غيري. هادشي راه كاين حنا ماشي عاد غنقولوا علاش راه كاين لان هذا البشر.
دغيا كينسى دغيا كينسى دغيا كينسى يعني. وهنا انا كنركز على هذه المساله يعني. كاين بعض الناس اللي كيقول لك لا راه لا ما راه لا ما مشيت زرت هنا وزرت هنا وزرت هنا هادشي راه هذا هو حالي. كيبدا يدوي معاك بهذه الهضره ديال لا هذا راه هو حالي وراه حالي روحاني وانا هادي يعني راه كاين امل للعلاج. اللي بغى يتعالج راه يتعالج. اللي بغى يتعالج بشرع الله والمسائل المضبوطه انا كنقولها. وانا حتى انا اي واحد بغاني بغى يستشر بيا ولا بغى يتعالج عندي ولا هذا مرحبا به. الهاتف ديالي راه معروف على القنوات ديال شوف تيفي 06 63 86 97 91. ولكن انا اقول راه الناس اللي كيعتمدوا على الجن وكيعتمدوا على الزيارات ويذبحوا الجن راه الله سبحانه وتعالى قال لهم شنو غيوقع. وإنه كان أناس من الإنس يعود وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهاقا. وراه ذاك كلام الله. ولا بغى شي واحد يجيب شي حاجة أخرى من غير كلام الله هذاك شغله. والحقيقة هي هذه. وعمر شي حاجة ما كانت في القرآن وما كانت صحيحة. بغى شي واحد يجيب لنا شي قصة أخرى ويقول لك لا راه الله ذاك الشيء اللي قال ماشي صحيح. راه اللي صحيح هو أنني مشيت لشام هاروش ولا مشيت لسيدي علي وذبحت لا عائشة ولا ميرة ولا الباشا حمو ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. أهؤلاء أقوى من الله عز وجل؟ إيوا هذا الشيء اللي كاين. كيجي كيقول لك أنا فيا 300 جن فيا 200 جن فيا. من الناحية العلميه هو غير شخص الا كان فيه مس من الجن كيدير له القنط كيدير له الغمه كيدير له التتاؤب كيدير له تتقل في العظام كيخلق له القلق هذا واحد. ايوا هذا واحد. ايوا الا كانوا فيه 4 و5 و6 و7 و8 وراه غيتفرقع غينفجر غيولي قنبله غتسمع تفرقيعه ديالو غادي تفرقع الجسم ديالو غيولي اشتات. لا يمكن المساله الوارده جن او جنين لا يتحمل الجسم البشري اكثر من هذا. واخا وهاد هاد 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 سر هاد التسميات هذا حمو هذا مالك هادي كذا واش هاد التسميات كاينين ولا غا حنا وضعناهم ولا وضعوهم دوك المشعوذين ودوك الدجاله باش كي وهاد الالوان ونسبوا لون مع لون هالخضر مع هذا والاحمر مع هذا والصفر مع فلان ما بغيناش نسميوه ونديروا بحال كنسوقوا لهذا الشيء. مي واش هاد الشيء عنده شي علاش كيبنيو هاد الناس؟ واش سيدنا موسى مني مشى عند فرعون والله سبحانه وتعالى وحالوا العصا ديالو باش يطلقها وتولي حيه وتلقف ما يفيكون. واش سيدنا موسى عرف هذوك الجنون واش فلان ولا فلان ولا فلان؟ انا كنسمي هذا الشيء كامل لا بالنسبه للجن ولا بالنسبه لا بالنسبه للجن ولا بالنسبه لهاد الاضرحه اللي كيسميوها هما كيديروا عليها الذبايح. انا هاد الشيء كامل كنعتبر الجن مجرد شيطان وسحر. الاسماء ما كنعترفش بها. كلهم جن. كلهم جن كلهم شياطين. سميتو حمو سميتها ميره سميتها عائشه سميتها الباشا حمو يكون سميتها كما بغات تكون شيطان جان شيطان. ما كيزيد عباد الله حتى شي ما كيزيد ما كينقص ما كيعلم غيب ما عنده قدره ما عنده والو. واللي كيعتقد ان القدره والغيب والصلاح والفلاح منهم راه الله تعالى قال لك فزادوهم رهقا. نعم هنا غادي نمشي معاك لواحد المساله اخرى. كاين الناس اللي هاد السنه كان يعني كان المنع ديال مظاهر الاحتفال مجموعه من الاضرحه على مستوى الاقليم ديال مكناس مثلا لا على مستوى الضريح ديال الشيخ الكمال ولا بالنسبه للضريح ديال سيدي علي. كان ممنوع منعا كليا انه يكونوا دوك القياطان والاهازيج والطبال وعساوه وداك الشيء اللي كان كيكون سابقا وديك الموسيقى وداك الشيء ما كاينش. هذا العام تمنع منعا كليا. كاينين الناس اللي اختارت انها دير الليله داروا الليله يعني في المنازل ديالهم وسمعنا ان بعض الليلات اللي كتقام بالملايين السي الحبيب. ممكن انك تقربنا واحد القصه عاودت لي قبيله. ايوا ممكن انك تقربنا من ايوا اش غنقول لك بالنسبه لليله الليله بحكم انا شواف انا شواف مثلا عراف شواف ساحر مثلا جاء عندي شخص من مستوى اجتماعي عالي شويه ومستوى مادي عالي شويه ولكن ساذج.
هنا الفلوس راه عند المكلخ وعند اللي عنده العقل. ودابا هذا الشيء هذا هو اللي بغيت نقول لك قبيله ان هذا الشيء واستطعت انني نقول ليه راه خصك ليله وخصك عجل بربعه المليون وخصك وراه ميمون طالب منك قدا وقدت البخور بان كنشري واحد البخور ب 9000 درهم للغرام وكنشري واحد البخور 8000 درهم للغرام وراه تخصني 40 مليون وغتحضر لي الليله وغيطلع الله يطلق الله سراحك الشركه. لا يوجد على الارض. الا كاين شي حاجه في القمر انا ما عارفهاش، اما في الارض راه ما كاينش. هادشي اللي معروف راه ما واصلش. لا ما واصلش، ولا كاينه شي حاجه في القمر كيحسبوا عليهم وكيجبد ال 40 مليون و 50 مليون تيقول له هاك وجد لي الليله نهار الخميس نهار السبت ولا نهار الثلاث في العشيه انا معك. وكيجي ولا مراه كاع وكتجي وكدار الليله وكيوقع النصب والاحتيال واختلالات اخلاقيه ومصايب كحله كتوقع. كاين شذوذ. وهما هذا الشيء ديال الاضريحه وهذا الشيء ديال العيشه وما والاها راه الشذوذ راه هو اللي كاين. وانا راه شفتهم بعيني. ها اللي باغيين يتزوجوا اللي كيحبوا باغي يتزوجوا بعضياتهم اللي كيحبوا بعضياتهم اللي كيتعانقوا اللي كيتباوسوا كاين. وهذوك كيعتبروا راسهم ناس طبيعيين وعايشين حقهم في الحياه وبانه حتى هو جايبها عيشه ولا جايبوا حمو ولا جايبوا شمهاروش ومنهم كاع اللي كيمارس حتى هو الشعوذه. حتى هو كيمارس الشعوذه. شنو سميتك؟ البرج ديالك فلان فلاني، انت عندك، انت قال لك حمو ديري، انت قال لك الباشا حمو ديري، انت قالت لك عيشه ديري، انت فيك ميره، خاصو يجي الباشا يدخل باش يخرجها منك، وباش يخرجها منك خصنا نديروا العجل ونديروا الليله ونفعلوا ونتركوا ونجيبوا البخور فلان فلاني. عندك الجسم كيولي بحال واحد الاداه. تيولي اداه. جسم ديال الانسان ولا ديال الانسان تولي اداه لهذا الشيء هذا كيتلعب فيه كثيرا كملعب كيتلعب وبرزقه وبفلوسه ومن ماله الخاص وهو راضي وعاجبه الحال وما يشكيش كيفتاخر انه دار داك الشيء مع ان العلاج ديال هذه الامور كامله كاينه في السنه كاينه في القران كاينه في الاعشاب وربي يجعل الخير في هذا الشيء هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نصائحكم اليوم للناس لتجنب مثل هذا الحضور لهذا الشيء واخا ما فيك والو غير تمشي غير زيارة واش هانية؟ يزور يذكر الله يصلي على النبي يدعي مع ذاك الولي يصلي ركعتين يقرأ قرآن يطلب الله تعالى يرزقه البركة ديال ذاك المقام ديال الذاكرين والمستغفرين والمسبحين. هذا الشيء لا ضرر فيه. غادي يمشي يقلب على الجنون والعفاريت ويذبح ليهم ويقول لهم ديروا لي وفعلوا لي انا كنصحو يجلس دارو يذكر الله سبحانه وتعالى. الله هو الرزاق والله هو الشافي نعم. واش هادشي كيخص غير الطبقه عن باقي الطبقات؟ نقولوا غير الطبقه الفقيره هما اللي كيمشيو لهادشي ولا كاين اغنياء؟ واش الطبقه الفقيره كتعطي 40 مليون؟ واش الطبقه الفقيره كتخسر 30 مليون؟ الطبقه الفقيره ما قدرش تخسر حتى 50 درهم. راه الطبقه الفقيره شتا انا في سيدي علي راه كيشري دجاجه كحله ب 40 درهم وكيمشي يذبحها وكيشري معقوده يغدي بها ولادو ويعاود يشبر الطاكسي ب 10 درهم ويرجع لبلادو. هذا الشيء هذا راه فيه البرجوازيين الطبقات الكبار وناس قاريين وعندهم شهادات ودبلومات عليا وكيامنوا بهذ الاشياء. ياك استاذ وحيد عليهم انت من مخهم. وراه جاو عندي ناس انا من مستوى اجتماعي في المغرب راقي وتعالجوا عندي وحكاوا ليا فين كانوا كيمشيو للسادات والاولياء وشحال ديال الذبايح داو. لاباس عليهم علميا وماديا وثقافيا وكلشي. ورغم ذلك ملي كتوصل لهاد النقطه تيقول لك انا لا قلتي لي كل حنش ناكلو عنبره. الخوف هنا تجاره الخوف وتجاره الضعف. نعم إذا هنا ما لقيناش كنحدوا واحد الفئة عن باقي الفئات. هذا الشيء ما يمكن لا المجتمع ككل منغمس في هذا الشيء هذا بنسبة كبيرة. وشوف حنا لا شوف التربية ماشي هي المنع. حنا ما يمكنش يجيو المسؤولين ويمنعوا هذا الشيء. حيت إلا منعوه معنى راه ماشي ما بقاش غيولي يدار في الخفاء. نعم. ولكن هما عندهم كل ممنوع مرغوب فيه وكل ممنوع مرغوب فيه هما كيفكروا في التربيه.
لهذا لهذا راه كاينه تربيه، كاينه توعيه، كاين قنوات، كاين مساجد، كاين خطاب، كاين كتب، كاين برامج، وهذا هو المجهود اللي يمكن له الدار. الحلال بين والحرام، الحلال بين والحرام بين، وما بينهم امور متشابهات. نعم، اذا هنا ومن استبرأ من الشبهات ومن استبرأ من الشبهات فقد لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة. الحديث لا استحضره الان، لا استحضره. نعم استاذي، هنا اذا رسالتنا اليوم باش نكونوا رسالتنا توعويه 100%، لانه هذا هو النقاش. علاش فتحنا هذا النقاش؟ باش نحلوا العينين ديال الناس على باش ما يبقاوش يطيحوا عرضه لبعض النصابين والدجالين. انا اي واحد قال لكم ديروا الليله القصه ديال داك الحولي ولا ديك الحوليه، واحد السيده مسكينه حضرت ليها انايا كتشري، بغات تشري حولي، عطاها حوليه عند القرون، قالت له واش هذا حولي؟ قال لها حولي مليح هذا. هي راه حوليه كدير 8000 ريال، باعها لها ب 36000 ريال على اساس انها حولي، وهي باغات تمشي تقدمها قربان لشي شي شي جن ما عرف عدو قبر ولا ميت ولا حي، انا براسي ما عرفتش شنو. قلت لها لا لا انت يا شنو؟ قالت لك اسيدي راه غنمشي نطلقها في بلاصه فلان فلانيه في السيد الفلان فلاني باش ربي يطلق سراحي. مناش غيطلق سراحك؟ واش يطلق سراح؟ شنو الهضره كي دايره بعدا؟ ربي يطلق سراحي وانا غندي خروفه وهي خروف الفلان فلاني، وهو راه غيهضر مع الله في التليفون. لا حول ولا قوه الا بالله. الوسيط ما بين الله سبحانه وتعالى، ما كاينش الوسيط بيننا وبينه. ادعوني استجيب لكم، كاينش الوسيط، ادعوني استجيب لكم، الوسيط ما كاينش. اذا ضعف الايمان كيدير هادشي؟ ضعف الايمان، ضعف المعرفه الدينيه، البعد عن الله عز وجل، الخوف، القلق، العجز. وحقيقه حتى المعالجين قلال المعالجين اللي غادي يغطيو هاد الساحه، معالجين قلال. انت كتعرف الازمه اللي واقعه بسبب الرقاه الغولات، وبسبب هذا الشيء ديال الشوافات وهذا الشيء هذا، وحنا المعالجين قلال باش الانسان يوصل عندك، باش هذه راه ماشي سهله. انا يا ريت لو يجي عندي انسان يكون غيدير الليله غنحبس عليه وغادي نعطيه العلاج ديالو وغادي نفك ليه المشكله وغادي نوعيه وغيمشي سالم غانم، ولكن هناك اكراهات. نعم. هناك اكراهات. شكرا لك استاذي، وتحياتنا لك على هذه الافاده، على مجموعه من الحويجات اللي عطيتينا السي الحبيب، تحياتنا لك من خلال هذا البث المباشر. انا شوف تي في، تعليقاتكم تهمنا من خلال المناقشه اللي فتحنا مع السي الحبيب المعالج الروحاني اللي حضر معنا للرد على مجموعه من التعاليق ومجموعه من يعني كذلك من تساؤلاتكم في هذا الباب هذا، لانه كما قلنا فالغرض هو التوعيه ديال الناس باش ما نبقاوش نستمروا في مثل هذه السلوكات، بل نمشيو في الطريق الصحيح اللي دارت لهذه الاشياء هذه اللي كما سمعنا اللي هي ذكر الله والزياره فيما يرضي الله وفيما يرضي الشرع ديال الله، فبعيدا على هاد الصور اللي سلبيه اللي كتناقل واللي صراحه كيخجل الانسان ملي كيشوف بعض الاشياء اللي عيب اننا نشوفوها في 2023 وتكون باقا كمعتقدات، لانه عندنا كتابنا، عندنا الله سبحانه وتعالى، عندنا ديننا قوي بالسنه ديالو بالتوابيت ديالو. فكنتمنوا من الله يشافي الجميع، واللي كما كنقولوا الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كلمه اخيره السي الحبيب قبل نهايه هذا البث، تفضل السي الحبيب. الكلمه ديالي الله يهدي ما خلق والله يصلح الحال، وكنقول الاخوان خوتي المغاربه كاملين، مجتمعنا المغربي راه مجتمع طيب وفيه النيه ومجتمع متدين. حاولوا شويه ما تزربوش، وحاولوا تسولوا اهل العلم، وانا بدوري انا كنقولها لكم مرحبا بكم. الرقم ديالي 0663 86 97 91، وانا مستعد نجاوب على الاسئله ديالكم وعلى جميع اللي كيتعلق بهذه الامور الروحانيه
وراه العلاج كاين للتوعيه فقط، للتوعيه لا نتسوق حنا لامر من الامور، للتوعيه، لان هذا الشيء راه كيمس العقيده وكيمس الشريعه وكيجبد الغضب ديال الله سبحانه وتعالى اذا كانت مخالفات. وفي النهايه انا كنثيق في خوتي المغاربه، راهم غادي يمشيوا في المسار الصحيح وراهم تيقلبوا على باش يفهموا وباش يعرفوا، وراه بزاف الناس عرفوا وعاو، وراه باقي غادي الناس باغا تخرج من الظلمات، الناس باغا تخرج من الظلمات الى النور باذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ورحمه الله عليك سي الحبيب، وشكرا لك على هذه المبادره الجميله اللي يعني انه حتى انسان باقي عنده شي غموض ولا عنده شي حاجه فين يسول على راسه، سولوا على راسكم، غير هو كما كنقولوا نمشيو عند اهل العلم، نمشيو للمراكز اللي حنا نعرفوا مع من كنتواصلوا، نعرفوا المصادر اللي حنا كنتعاملوا معها. طبعا مشاهدينا ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، من هنا من سهريج الصواني، إلى اللقاء، كان معكم منير معطاوي من العاصمة الإسماعيلية مكناس. شكرا سي الحبيب.